اعترافا بنضالها في تسليط الضوء على معاناة الأيزيديات على يد داعش، الأكاديمية الملكية السويدية تقرر منح جائزة نوبل للسلام للأيزيدية نادية مراد بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس مكويغي لجهودهما في وقف العنف الجنسي كسلاح في الحرب. قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2018 إلى دينيس مكويغي ونادية مراد لجهودهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح للحرب والصراع المسلح. برز اسم نادية مراد على الساحة الدولية في أعقاب سيطرة داعش على الموصل عام 2014، إذ كانت من بين نحو آلاف الأيزيديات التي تعرضن للأسر والاغتصاب على يد مسلح داعش في الموصل. ولحسن حظها تمكنت الأيزيديات الأيزيدية نادية مراد من الفرار من قبضة داعش لتتحدث عن معاناتها وغيرها من الأيزيديات، وتختارها الأمم المتحدة أول سفيرة للنوايا الحسنة لمكافحة المخدرات والجريمة عام 2016. ولم تكن الأمم المتحدة المنظمة الأولى التي احتفت بنادية مراد، بل أيضا الاتحاد الأوروبي الذي منحها جائزة زخاروف التي تعد أرفع جائزة أوروبية في مجال حقوق الإنسان. أما مكويغي فهو طبيب عالج ضحايا العنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية، خاصة من تعرضن للاغتصاب على يد رجال العصابات.